تم حرق البلدية، تم قطع الطرق، يعني ما خلوش الحياة المواطن هنا البسيط ما عليه الا حاجة الناس كلها. كان مواطنين كان اللي كان ساكن في بومرداس، كان اللي كان ساكن في تيبازا، كل واحد وين كان ساكن. يعني تخربت البلدية نهائيا، ما بقى فيها حتى شيء. مختار شاهد عيان على تلك المرحلة الحالكة، يروي لنا بألم كيف نجا بأعجوبة من موت محقق بفضل تدخل أفراد الجيش في الوقت المناسب لانتشاله من مخالب المجرمين. هفضنا الواد، هل هفضنا الواد؟ كتفونا جاو صاحبي والأول هفضنا الشعب شوية جاو زادوا الدوني هنا واحد الشعب ثاني واحد آخر حط واحد عفسانية هنا واحد حالك الموس هنا قال لي تخرج من ذبحك. قلت له ماني دير ماني ولو. قال لي ذبحك تذبح. قلت له لا روحك دير واش تحب. بعد شوية نشوف الطلقات فيتين هذا تاع الرصاص. كان خويا الاخر داه لي بعيد عند بلي قتلوه ثاني. بعد شوية النهار اللي جا مداني الزفت على الشيران وكذا لقيت الحركة بيتي اللي كان مسميني هكا واحد كان بعيد عليا ما عرفته لا قرب لا شبك راح. شوية خرج لي خويا من الجهة الاخرى قال لي نكتب طلقنا بعضنا صاحبنا ما على بالناش بيه وراه. هل يلحق لنا الجيش؟ احنا كل واحد من كان قاف في بلاصه مدرك هل يلحق لنا الجيش؟ قالنا وش شكون هذول لاباس مشينا في ذاك الليل جينا جابنا الجيش هنا قلنا الحمد لله الحمد لله عليهم. اليوم عادت الطمأنينة إلى هذه الربوع وأصبحت الكاف الأخضر تنعم بالأمن والاستقرار. بحات رجال وموت رجال وتشرت رجال بوش رجع هذا الوطن اللي كنتم فيه. الكاف الأخضر ما زالت تحتفظ في ذاكرتها بالعمل الجبار الذي قام به الجيش الوطني الشعبي لمساعدة المواطنين للذود عن الشرف والكرامة واستعادة الأمن وقمع آلة الإجرام. دخول الجيش الوطني الشعبي وانضمام بعض الوطنيين المخلصين لرفعوا السلاح عملوا على يعني استرجاع المواطنين اللي كانوا نزحوا وسلحوهم وهو اللي حارس عليهم. الناس رقود وثلج صب عليه الجيش الشعبي الوطني ونشكروه. مؤسس الجيش الوطني الشعبي وكافة قوات الأمنية كانت لها البصمة الواضحة في استرجاع الأمن واستبيبابه في هذه البلدية. سلحوا الناس، بدأت الحياة الدب، بدأت الأمور ترجع، بدأت المدارس تفتح، بدأوا التلاميذ يقراوا. بفضل الجيش الشعبي الوطني جبد الشعب هذا، عودوا للبلدية هذه، سلح الشعب. نقولوا كثر خير الدولة، يكثر خير الدولة، يكثر خير الدولة، واللي ما يتفكرش الخير تاع الدولة ما يتفكرش الخير تاع والديه اللي رباوه. غادرنا منطقة الكاف الأخضر في اتجاه منطقة أخرى من الوطن لنحل بجبل بوزقزة الذي وجدناه شامخا كما كان أبدا. وحدات الجيش الوطني الشعبي منتشرة في هذه المنطقة التي أمنتها بشكل كلي، وهي تواصل القيام بمهامها النبيلة لضمان أمن وسلامة قرى ومداشر بوزقزة. قرية ولاد عرب عادت إليها الحياة مرة أخرى بعد أن عانت من اللاأمن في وقت مضى. الجيش قدامنا هو اللي يسمى اللي باش ولاو الناس هذو يديروا الثقة ولاو البلاد. يا على جال الجيش كما خش الجيش مريح حتى وحدانا. هم يعشوا علينا وهنا مستنسين بيهم وما مستنسين بينا. نحن الآن على علو 800 متر فوق سطح البحر في إحدى المفارز التابعة للكتيبة 15 للمشاة الميكانيكية. هذه الوحدة مكلفة بالسهر على تأمين المواطنين وكذا المؤسسات والمشاريع المتواجدة بهذه المنطقة، إضافة إلى تأمين جزء الطريق السيار شرق غرب الذي يشق بوزقزة. غير بعيد عن بوزقزة اتجهنا إلى منطقة ثنية بولاية بومرداس التي عادت إليها السكينة من جديد بفضل جهود الجيش وقوات الأمن والوطنيين المخلصين. بلاد أمنا الحمد لله، اليوم راهي في سلام وراهي لاباس، الناس راهي تخدم بلادها، راهي ترقد زيتون، راهي تحرث، راهي تخدم الفلاحة تاعها. نتواجد الآن بأعالي ثنية في إحدى المفارز التابعة للفوج 40 للنقل.
الأمر هنا لا يختلف عن الوحدات الأخرى التي زرناها، نفس المهام ونفس الإرادة والعزيمة. الضربات القوية التي وجهها الجيش الوطني الشعبي للجماعات الدموية أدت إلى القضاء على أغلب عناصرها وأخطرهم، ولم يبق منهم إلا القليل.